السلام عليكم ورحمة الله. الأخبار المحلية من الكويت إلى أبرز العناوين. رئيس مجلس الأمة يحمل المجتمع الدولي انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المقدسة. ووزارة الصحة تواصل وضع الخطط للتصدي لفيروس إيبولا. أهلا بكم. دان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه لأداء الصلاة. وقال الغانم: إننا نحمل المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والدول الكبرى الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط مسؤولية التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية المتعجرفة ووضع حد لها. وأكد الغانم أن القدس كمدينة ذات خصوصية دينية يجب عدم التهاون إزاء أي مساس بطبيعتها الدينية أو الديمغرافية أو السياسية، مضيفا أن منع المصلين والمسلمين من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى أمر يجب عدم السكوت عنه، وعلى كل القوى الحية في العالم العمل على وضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية. التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح برؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية وقائد قوات الدرع الجزيرة المشتركة. تناول اللقاء الجوانب المتعلقة ضمن محور الاجتماع التشاوري 12 للجنة العسكرية العليا الذي تستضيف الكويت، إلى جانب مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاجتماع التشاوري لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون استكمال لسلسلة اللقاءات السابقة والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. وصف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح لدى وصوله أمس قادما من أذربيجان أن مشاركة دولة الكويت في المنتدى العالمي الأول لسياسات الشباب بأنها مميزة. وقال الشيخ سلمان إن هذه المنتدى الذي عقد بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي ودعم من جمهورية أذربيجان وبمشاركة من الرئيس إلهام علييف يعتبر مبادرة رائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت مع وفد دولة لشؤون الشباب في حضور المنتدى العالمي الأول لسياسات الشباب بدعوة كريمة من وزير الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان. هذا المنتدى الهام ينظم بعد أكثر من 20 سنة من اهتمام الأمم المتحدة في قضايا الشباب، وقد جمع العديد من المهتمين في قضايا الشباب 115 دولة بينهم 40 وزير شباب، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني وشركات أيضا ذات العمل الغير ربحي، بالإضافة للمتخصصين و350 شاب وشابة من العالم تجمعوا خلال 3 أيام في باكو عاصمة أذربيجان، وتم نقاش مستوى الرعاية الشبابية المقدمة من الدول وكذلك من المنظمات ومن الجهات، وتأطير عملوا على تأطير سياسات محددة بإشراف الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا وبرعاية مباشرة من فخامة الرئيس الأزري. حقيقة أهم ما صدر عن هذا المنتدى إعلان الأمم المتحدة الأول للشباب لسياسات الشباب، وتضمن هذا الإعلان تكثيف الجهود العالمية للاهتمام في قضايا الشباب واستمرار هذه اللقاءات وهذه المنتديات العالمية بشكل يحقق خلق تفاهم دولي لما يتعلق في دعم الشباب. أكدت وزارة الصحة على وضعها خطة شاملة متكاملة للتصدي لفيروس إيبولا من خلال برامج واستراتيجيات مبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت الوزارة خلو البلاد من فيروس إيبولا منتهجة مبدأ الشفافية التامة مع الجمهور. تنشئة جيل صحي سليم يعد مسؤولية مشتركة ابتداء من الأسرة،
ومما لا يختلف عليه اثنان أن وزارة الصحة تلعب دورا أساسيا في عملية التثقيف النوعي للأسرة في كافة المجالات الصحية. ففي مجال العلاج الطبيعي للأطفال، أطلقت وزارة الصحة ممثلة بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى الصباح حملة بعنوان أطفالنا مسؤوليتنا. هذا اليوم هو يوم توعوي لنا لأهمية وزارة الصحة في تنشئة جيل صحي ذو قوام سليم، وهذا يعتمد على الرعاية الصحية والعناية والوقاية، تعتمد على التثقيف والتوعوي للأهالي والمرضى، فهذا مهم عندنا كوزارة الصحة تركز عليه، لأنه حتخفف من الأمراض وتعالج ووقاية الأمراض، وخاصة تقلل من معوقات الأطفال يصير عندهم أي معوقات جسدية حركية. رسائل هامة قدمت في هذه الحملة تعنى بدور الأم في متابعتها شخصياً لحالة طفلها المريض ومرافقتها له بصورة مستمرة في العيادات. أقلب اللي يجون مع الأطفال في العيادات المراجعة في العيادات الطبية هم مع الخدم للأسف، يعني دور الأم للأسف غائب حتى الأب، يعني فيه أنا ما أقولش ما فيه بس most of them أغلب شيء صراحة، حتى في العلاج لأن تدرون العلاج الطبيعي مو عيادة إيه يكشف يروح، لا يكون مثلا 3 مرات في الأسبوع، مرتين علاج يبني متواصل يبني 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 يعني من درجة لدرجة. فدور الأم وايد مهم، لأن إحنا دورنا إذا عالجنا لمدة 45 دقيقة مثلا نقول ماكسيمم أو ساعة، ها عندك 23 ساعة في اليوم، إذا خلينا الطفل في نفس الوضع راح يرجع، إحنا قصدي عن اليوم راح يرجع مرة ثانية من البداية من الصفر. إحنا دورنا وايد مهم في التثقيف الصحي للأم. وعلى صعيد متصل، تم افتتاح عيادتين في مستشفى البنك الوطني للأطفال، عيادة للعلاج الطبيعي للطب التطوري والأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، فمن المنتظر أن تقدم هذه العيادات خدمة نوعية وتخصصية ذات العلاقة بالعلاج الطبيعي والحالات المصابة بالشلل الدماغي عند الأطفال. العيادة هذه هي يعني تعالج عادة الحالات اللي يصير عندهم اضطرابات النمو، مثل حالات اضطرابات التناسق النمائي أو حالات الأوتيزم اللي هو قصدي توحد اللي يصير عندهم اضطراب التناسق النمائي. عادة ما يكون الأطفال عندهم مشاكل في ردود الفعل الانعكاسية، وهذه ردود الفعل الانعكاسية مو كل إنسان يقدر يكتشف المشكلة هذه. مشاريع كبرى مقبلة عليها وزارة الصحة في الفترة القادمة لذوي الاحتياجات الخاصة. هو مشروع التكامل العلاجي أو اللي يسمونه العلاج اليومي، فهذا مهم عندنا يكون الطفل يقدر يمر على مراحل متعددة في مكان واحد، ما يحتاج يروح البيت، من نص ساعة لأكثر لمدة شهر تقريبا تركز على العلاج، هو العلاج اليومي في كل التخصصات، فيها من علاج الأعصاب، علاج التغذية نفسيا، تركيز على أشياء كثيرة تكون متكاملة مع بعض متعددة، هذا العلاج اليومي يسمونه الديكير. في المشروع الثاني هو التكامل الحسي، التكامل الحسي هو إنشاء عيادات 4 عيادات في 4 مستشفيات حكومية، تركيزها على تطوير العلاج، قلنا زيادة التأثير الحسي للطفل، البصر والسمع والإحساس، فيشجع الطفل ويزيد تفعيله أكثر فعلاجه أسرع ويكون أفضل. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. دولة الكويت تولي لحقوق العمالة الوافدة اهتماما كبيرا، وتجلى ذلك الاهتمام بالقرار الذي فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون لتنظيم سوق العمل في دولة الكويت. تحرص دولة الكويت على استقرار العمالة الوافدة في سوق العمل ووضع القوانين التي تتماشى بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، لذا أصدرت قراراً بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تعنى بتنظيم سوق العمل داخل الكويت. صدر القانون رقم 6/2010 القانون العمل، وأوعز إلى إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالفعل صدر القانون رقم 109/2013 إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. طبعا الهيئة تقوم بالإشراف على القطاعين الأهلي والنفطي، والإشراف على تنظيم سوق العمل في هالقطاعين، وتقوم الهيئة أساسا بالتنسيق بين الأطراف الإنتاج الثلاثة اللي هم الغرفة وصناعة تجارة الكويت واتحاد العمال، وطبعا المتمثلة الهيئة في الحكومات، حيث هناك يكون هناك تواصل لتنظيم سوق العمل
بينهم. ومن أهم أهدافها وهي المحافظة على التركيبة السكانية، حيث الخضوع للعمالة الوافدة في المستقبل مع منظومة المهن في الكويت لإجراء اختبارات على هذه العمالة قبل دخولها الكويت، وبالتالي يعني محاولة لتنظيم سوق العمل وإحلال في المستقبل العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في القطاعات التي تستحق العمالة الوطنية الدخول فيها. تسعى دولة الكويت نحو تحقيق الحماية الكاملة للعمالة الوافدة وتوفير العمل اللائق الذي يتطلب الكثير من الاهتمام وتطبيق التشريعات المعنية على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية. نحن من أهم الأهداف الخطة المستقبلية اللي هي تبسيط الإجراءات لأصحاب العمال والأعمال، اللي هي في موضوع إحلال الموضوع الإلكتروني مكان الإجراءات الإدارية الموجودة في إدارة العمل، وبالفعل تم ذلك عن طريق إدارة العقود الحكومية، حيث يعني معظم أو جميع العقود الحكومية اللي تقوم فيها الإنشاءات والمقاولات ففيها ما يقارب تقريبا 300,000 عامل. لا أيضا الحمد لله نجحنا نجاح كامل في الربط بين أصحاب الأعمال والشركات، أن يكون دخول على الإدارة الربط الآلي والحصول على اليوزر، وبالتالي يستفيدون من جميع الإجراءات. والآن نتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والاتحاد العام للهيئة العامة للصناعة في دخول الصناعيين تقريبا ما يقارب 1000 تقريبا صاحب عمل في الاستفادة من أيضا العمل الإلكتروني، وإضافة لذلك اتحاد صيادين الأسماك واتحاد المزارعين في المستقبل القريب راح يأخذون من هذه الخدمات. إنشاء هيئة القوى العاملة يأتي لضمان تأسيس سياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية عبر إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون العمل الوافدة. إن قرار فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية يعتبر إنجازاً كبيراً تجاه ملفات العمالة الوافدة، وتأكيداً على حرص دولة الكويت على وضع القوانين السديدة في هذا المجال. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تمثلت في العنف بين أوساط الشباب في المجتمع الكويتي، سواء في المنزل أو في المدرسة، ليتعدى ذلك إلى الأماكن العامة، ما بات يشكل هاجسا مؤرقا على مختلف المستويات. انت ليش تخز؟ اشتبي. هذه هي البداية التي تليها مواقف متعددة وأشكال وأنواع من المشاجرات، لكن نهايتها تتفق في أغلب الأحيان على إحدى الصورتين: المقابر، السجون، معارك دموية بين أوساط الشباب والمراهقين على أتفه الأسباب. إذن لماذا هي الأسباب والدوافع وراء ذلك؟ لاحظت الحين الشباب الحين بدأ يعني ناحية صعبة فيها عنف شوية، مثل ما تقولين خزني وخزك، يظل شنو عندك؟ الوازع الديني، قلة الوازع الديني، قلة التربية. نرجع البيت أساسي بالتربية، عطى قيم. القيم الحين بدأت تقل، قيم أمي وبوي وجداني لا خفت الحين. مفروض في قيم مجتمعية، في أخلاق، وفي ولاء. كل هذه الأمور لما تأكدينها في الشخص، صدقيني هذه كل الأمور راح تتلافى. وتشغلين الشاب، اشغلوه سواء كانت الشابة أو الشاب، اشغلوهم، أعطوهم فرص يحققون ذاتهم. انتشار العنف في أوساط المجتمع بات يؤرق الجميع بشكل مخيف، فهل يعود ذلك إلى التربية والأسرة في المقام الأول؟ العائلة والأسرة والمدرسة تعرف أن هذه التغيرات، وبالتالي تتعامل معها تدريجيا. التغير الاجتماعي اللي حدث في الأسرة الكويتية، النمط الاجتماعي اللي حدث في الأسرة الكويتية، أدى إلى أن الأسرة تأخذ دور أكثر، يعني بس الأم والأب اللي يقومون في دور التنشئة الاجتماعية، وبالتالي تقل عملية السيطرة والاهتمام في التغيرات هذه اللي تحدث عند الطفل. فبالتالي هناك زيادة في اللجوء إلى الغير أو اللجوء إلى الأشياء الثانية اللي ممكن تساعد، فبالتالي يصير دور أكثر على المدرسة، دور أكثر على المجتمع، دور أكثر على التلفزيون،
دور أكثر على الاهتمام في الطفل. لابد من تضافر جميع الجهود للوصول بقضية العنف المجتمعي إلى حل رادع، فقضية العنف ليست بالهينة. نحتاج ثقافة أمنية، نحتاج ثقافة قانونية، نحتاج كوبريشن بين الجهات هذه المعنية كلها، نحتاج حملة إعلامية قوية، نحتاج تربية يعني تكون تحفظ أسرية، يعني لازم الأسرة يكون لها دور قوي، لازم الأب يعرفون عياله قاعد يروحون، لازم لهم تحتضن البنية وين قاعد تروح وين قاعد تي، اللبس الحشبة أمور كثيرة حقيقة، لازم حنا يعني نوقف نعمل ستوب ونطالع حنا شنو قاعد نسوي. بات من الأمر الضروري تكاتف جميع الجهود من المؤسسات الحكومية والمجتمعية للحد من ظاهرة العنف التي تجتاح مجتمعاتنا، وإيجاد بيئة مناسبة متسامحة بعيدة عن أثار العنف وسلبياته. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. في هذا المشهد، مشهد المأساوي، نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى، أدت إلى فوضى شاملة قام فيها القانون وانعدم فيها النظام والأمن والأمان، وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم إلى التشرد داخل وخارج أوطانهم. وإذا كان الألم يعتصر قلوبنا، لذلك فإننا في هذا البلد الآمن الأمين نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار التي تستجب منا حفظ هذه النعم واستخلاص الدروس والعبر مما يجري حولنا، فالعاقل من تعب بغيره. أهلا بكم من جديد. أكدت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح اليوم اهتمام دوائر المال والأعمال العربية بتطوير العلاقة مع روسيا. وقالت الشيخة حصة الصباح أمام اجتماع ضم سيدات أعمال روسيات وعربيات، قالت إن الجانب العربي يعير أهمية الاطلاع على فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين العالم العربي وروسيا والتفاعل مع غرفة التجارة والصناعة الروسية ومجلس الأعمال الروسي العربي. الزيارة التي قامت بها الشيخ الدكتور حصة سعد العبدالله السالم الصباح رئيس مجلس اتحاد سيدات الأعمال العرب والوفد المرافق لها إلى مدينة القياصرة التاريخية مدينة سان بطرسبرغ الغنية بمعالمها الأثرية من الإبداعات الإنسانية المذهلة، ولقاء مجلس سيدات الأعمال العرب الذي ترأسه الشيخ الدكتور حصة سعد العبدالله السالم الصباح مع نائبة محافظ مدينة سان بطرسبرغ أولغا كازانسكايا والسيد إفغيني غروغوروف والسيدة سفيتلانا النائب رئيس مكاتب الاستثمار في مجلس المحافظة، يؤكد على مضي الجانبين العربي والروسي قدما في تطوير علاقاتهما المشتركة في مجال الأعمال والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة وتبادل الآراء والخبراء. لنا شرف كبير نلتقي هنا في قصر سمولني مع الشيخة حصة سعد الصباح التي تترأس وفدا لسيدات الأعمال العربيات، ونعتبر الزيارة الحالية خطوة مهمة جدا إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والعالم العربي. ويسرني أن أثبت بأن أولى خطوات على هذا الطريق تخطوها النساء، وبين مشاريع التعاون بين دولتينا تأسيس لجنة روسية كويتية متخصصة مشتركة، كما رسمنا خطوطا عريضة للمؤتمر الدولي المزمع إجراؤه في البحرين، الأمر الذي سيسهم إلى قدر كبير في التبادل المثمر سواء في مجال الاقتصاد والمالية والاستثمارات أو في مجال الفن والثقافة. ولذلك نعتبر مستقبل العلاقات الروسية الكويتية باسما وواعدا فعلا. وإذا عرض الجانب الروسي على الشيخ الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح رئيسة وفد سيدات الأعمال العرب فرص وإمكانية التعاون في هذه المجالات، أكدت الشيخ الدكتورة حصة السالم الصباح على أن هذه الشراكة سوف تعزز العلاقات بين الدول العربية وروسيا وتطلق آليات عناصر الشراكة والتفاهم بين الشعبين العربي والروسي إلى آفاق جديدة. يسعدني في كون متواجدة في مدينة سان بيترسبرغ، مدينة جميلة جداً، ويكون هناك تعاون الحمد لله مع سيدة أولغا من مكتب المحافظ، أنه هناك إن شاء الله يأتي وفد إن شاء الله لمملكة البحرين في السنة القادمة في شهر 3، يكون هناك
مجموعة من سيدات الأعمال الروسيات، وإن شاء الله هننشئ لجنة عربية روسية من سيدات الأعمال العربيات والروسيات، وتعاون إن شاء الله من ذلك يكون يأتي من مملكة البحرين إلى دولة الكويت. وهذا الشيء يسعدنا جدا أنه بعد هذه السنين الطويلة اللي كانت روسيا بعيدة عنا تكون معنا إحنا وتقوي سيدات الأعمال العربيات. ولأن متحف الإرميتاج يعتبر أهم معالم مدينة سان بطرسبرغ التاريخية، فكان لابد من زيارته والتنقل بين محتوياته التاريخية والجمالية والتي تشكل أحد أهم تجليات الإبداع الروسي عبر تاريخ روسيا. أحب أشكر الشيخ حصة سعد العبد الله الصباح على هذه الرحلة اللي جدا موفقة على الصعيد الحقيقة الاقتصادي، التعارف، رحلة فعلا فعلا جدا غنية. وبهذا تختتم الشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح زيارتها التي وصفت بالمثمرة إلى روسيا لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين سيدات الأعمال العرب والروس. بعد احتضان موسكو ومدينة نيجني نوفوغورد، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة الصباح والوفد المرافق تؤكد مدينة القياصرة سان بطرسبرغ احتضانها لتوطيد العلاقات العربية الروسية في مجالي الاستثمار والأعمال والثقافة. عيسى عيسى، تلفزيون دولة الكويت من مدينة سان بطرسبرغ. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عذال عوض الكشتي العنزي عن عمر ناهز 81، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الحميد عبد الله سعد عبد العزيز الصالح عن عمر ناهز 62، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف خالد مهدي البراك عن عمر ناهز 20، إن لله وإنا إليه راجعون. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين الرئيسة. طبتم وطابت أوقاتكم. رئيس مجلس الأمة يحمل المجتمع الدولي انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المقدسة. ووزارة الصحة تواصل وضع الخطط للتصدي لفيروس إيبولا.